الورم وقعت في ايدي. حلويات وكندي وحاجات جميلة قوي، انا لازم اكلها كلها، دي جميلة قوي. اثبت مكانك يا مجرم. الشرطة هتعمل فيا ايه؟ الحقني يا حضرة الظابط، الحقني بسرعة. اثبت مكانك يا مجرم، اوعى تتحرك لحسن هفجر دماغك. ومن النهاردة كلنا هننام في امان. قامت رجال الشرطة والامن بالقبض على سفاح الهالوين اللي قتل اخته علشان ياخد منها الحلويات بتاعتها وياكلها. شكرا رجال الامن والشرطة على مجهودكم وتعبكم. الحمد لله. ده بكرة اول يوم مدرسة وكنت خايف اودي الواد عبكرونة والله المدرسة. يعني ايه يا ماما؟ يعني انا كنت هروح المدرسة بكرة الصبح؟ ايوه يا عبكرونة، بس انت قلت لي ان انا مش هروح عشان السفاح وعشان انت خايف عليا يحصل لي حاجة. وهو السفاح اتقبض عليه اهو، انت مش سامع؟ طب انا ما كنتش عامل حساب. طب خلاص بكرة يا ماما هاخده اجازة، ومن بعد بكرة بقى هروح على طول. بكرة قال لي تاخده اجازة. لا يا عم كريم، انت ما كفكش اخد اجازة بقالك 3 شهور، عاوز تاخد بكرة كمان اجازة؟ يا ماما طب بكرة بايس والله، وبعد بكرة هروح. بطل دلع عيال انت، وقوم يلا نام عشان ما تطلعش عيني وانا بصحيك الصبح للمدرسة. حاطر يا ماما حاطر. يعني المدارس تاني والغلط والنوم بدل والصحيان بدل. بقى الكهل الصحيان بدل والقلبت تاني. قوم يلا يلا يا عبكرونة بلاش دلع، يلا عشان ما تتأخرش على طابور المدرسة. طب انا 5 دقايق كمان بس يا ماما وهقوم والله. شكلك كده عاوزني ارجع للطرق القديمة معاك يا عبكرونة. خلاص يا ماما خلاص حتى اهو. قوم يلا اغسل سنانك والبس هدومك لحد ما اعمل لك الشنطة والسندوتشات بتوعك. قست عليك يا سعبولة. قست يالا يا محسن، انت ايه اللي جايبك هنا؟ جاي انت حلولا عبطلينه عشان نروح المدرسه سوا. وانا كمان يالا يا محسن. طب يلا انت معايا بقى عشان نصحيت ده الولا عبطلينه ده نومه تقيل قوي. عبطلينه انت يالا يا عبطلينه. ولا عبطلينه انت يالا يا عبطلينه. انت صوت الولا محسن وسحبولي. انت يالا يا عبطلينه. عبطلينه عبطلينه. ايه لا يا صاحبولي، ايه لا يا محسن، في ايه؟ ايه لا عبطلينه، كل ده نوم. يلا بقى عشان اتاخرنا على المدرسه. استاذ ناصر المعاصر، لو لوحنا متاخرين دقيقه هيطلب كل واحد فينا عصا العصيان. حاضر حاضر، هلبس قميص المدرسه واجيب شنطتي واكلكم على طول. ماشي يلا يا عبطلينه عشان ما نتاخرش.
لبست اهو يا ماما وغسلت وشي واسناني وكل حاجه تمام. شاطر يا عبقرينو يا حبيب ماما، شنطتك اهي وعملت لك السندوتشات اللي انت بتحبها، سندوتشين بمربى واتنين بحلاوه، اوعى تسيب سندوتشاتك ما تاكلهاش. حاطر يا ماما، اوعى حد يضربك وياخدها منك، اوعى تشحتها لاي حد تاكلها كلها. حاطر يا ماما، هات بقى السندوتش عشان الحق المدرسه. يلا بينا يلا يا محسن، روح احنا المدرسة. طب وعبطلينه يلا يا سعبول؟ عبطلينه هيأخرنا على الطابور، وأستاذ ناصر المعاصر هيطلبنا عسل عصيان بسبب. يلا بينا نمسحنا. ماشي يلا بينا. استا حماصة، ولا يا محسن ولا يا سعبول انتوا رايحين فين؟ الولا عبطلينه نزل يلا يا سعبول. كل تقالى يا عبطلينو، انتوا كنتوا سايبينه وماسين لحال المدرسه لوحدكم، صدقوا ان انتوا الاثنين عيال واطيه. ما انت اللي اتاخرت يا عبطلينو، وهتاخرنا معاك، وهتخلينا ناخد عسل عصيان في اول يوم مدرسه من الاستاذ ناصر المعاصر. طب يلا عشان نلحق بقى يلا. ماشي يلا بينا. يلا بينا. الساعه بقت 7:30، يلا يا ابني اقفل لي بوابه المدرسه دي. واي طالب جاي متاخر هياخد 10 عصيان، يا اما ما هوش داخل المدرسه وهيتكتب غياب، اما شوف عشان تبقى تيجي اول يوم المدرسه متاخرين قوي. يا نهار اسود، استخبوا بسرعه، استاذ ناصر المعاصي. فيلا يا سحبول، انت مش سيف ولا ايه؟ استاذ ناصر المعاصي واقف على البوابه. يلا يا عبطلينا، ده قفل بوابه المدرسه، واي حد جاي متاخر هيديله عسل عصلان، يا اما يكتبوا غياب. يا نهار اسود، انا ما قتلتش على خلصانه واحده من بتاعه استاذ ناصر المعاصر، الخلصانه بتاعته تمت قوي. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنلوح ومش هندخل المدرسه؟ لا نلوح ايه؟ تناهون عليا، اروح اخد عسل عصيان من بتوع استاذ ناصر المعاصر، ولا اما اروح لام البيت اقول لها ان انا اتاخرت على طابور المدرسه وما دخلتش المدرسه، دي هتموتني. طب وهنعمل ايه بقى دلوقتي بقى؟ مش عارف انا ايه اللي جاب المدارس دي تاني، بس كنا ملتحين. انا عندي فكره. فكره ايه تقالى يا عبطلين؟ احنا مش هندخل المدرسه ولا هنطلب من استاذ ناصر المعاصر. امال هنعمل ايه يا عبطلين؟ هنلوح نطلب من امنا وابونا، بس اتاخرنا على المدرسه وكتبنا خياب. ولا هنلوح بيت. امال هنعمل ايه يعني يالا يا عبطلينا؟ هنسوخ من المدرسه. الله يخلب بيتك يالا يا عبطلينا، انت كده دنيلتها خالص، انت كده هتخلي ابونا وامنا يطلبونا في البيت واستاذ ناصر يطلبنا في المدرسه. وهم هيعرفوا منين بس يالا يا سحبول؟ النهارده اول يوم مدرسه وكله هيبقى ملبوخ في ترتيب الفصول واعاده الطلاب وكده، ومحدش هيعرف مين كه ومين خايب، ومش هيكلمهم من ابونا ولا يقول لهم اي حاجه. تفتكر كده يالا يا عبطلينا؟ ايوه طبعا، هنروح نقعد نلعب في اي حته لحد ما المدرسه تطلع، ونلوح البيت بقى في ميعاد خروج المدرسه كاننا كنا في المدرسه. ماشي يا لا عبطلين، هنمسوا علاك وربنا يستر بقى. ثقوا فيا بقى وتعالوا عليا، عشان انا عندي حتتين خطه لو نجحت هتخلينا ما نروحش المدرسه دي تاني. خطه اتي كمان. يلا بس نمسي من هنا الاول قبل ما حد يشوفنا، وانا هفهمكم كل حاجه. يلا بينا. بس كده احنا هنا بقينا في امان ومحدش هيشوفنا. كلنا بقى يلا يا عبطلين، خطه تقل في دماغك اللي هتخلينا ما نلحقش المدرسه تاني. ايوه يلا يا عبطلين، خطه اتي عارفين سفاح الهالوين؟ ايوه عارفين. مستل قتل اخته عشان ياخد الحلاوه بتاعتها والسلطه قبضت عليه. ايوه هو. طب واحنا مالنا وماله تالا يا عبطلين؟ وايه العلاطه ان احنا ما نلحقش المدرسه بسفاح الهالوين؟ احنا هنساعده وهنهلبه من السجن. انت بتقول ايه يا عبطلين؟ نهلبه من السجن ازاي؟ وحتى لو عرفنا نهلبه، اول ما هنخلاكم من السجن هيخرج هيقوم مخلص على طول علينا وهيتبحنا. غلط يالا يا سحبول، مش هيخلص علينا، طول ما احنا معانا اللي بيحبه مش هيخلص علينا. هو ايه اللي هو بيحبه؟ الكانتي والحلويات والحاجات الحلوه اللي هو قتل اخته علشان ياكلها. طب واحنا هنستفاد ايه بقى لما نطلعه من السجن ونديله الحلويات؟ ساعتها اهالينا هيعرفوا ان السفاح حلو وهيخافوا علينا ومش هيودونا المدرسه تاني ابدا لحد ما يبقوا يقبضوا على السفاح بقى. يا عبطلينو يا ابني الستيه، اما حته خطه يا لا عبطلينو. طب احنا هنهلب سفاح يا هلاوي انت ابن السجن ازاي بقى؟ انا هقول له هنعملها ازاي، تعالوا علي. خرجوني من هنا، خرجوني، بقول لكم خرجوني من هنا. ها جاهزين؟ جاهز يلا يا عبطلينو.
وانا 8 ده. يبقى يلا بينا. وحياة امك ما سبت يلا محسن. قول يا عم. هات يلا المصاصة بتاعتي اللي سرقتها من الشنطة. انا سلاب مصلوفه والله حاسب يا عم. مصلوفك مني حرامتك انت حرامي. لا لا قلبان يلا. هات يلا المصاصة بقى لما اطلع عين امك. ايه اللي بيحصل هناك ده؟ وحياة امك ما سبت. بس انت هو بس بتتخانقوا ليه؟ اخذ المصاصة بتاعتي حفلة الصابر. والله ما خش كوع عشان افتح لك. مش هسيبكم، انا هخلص عليكم كلكم. ايه انت بس عاوز حلويات؟ انا معايا حلويات كتير، انا عارف ان انت بتحبها. ايوه انا بحب الحلويات. طب تعالى ورايا وانا هديك منها كتير. يلا انا عايز المصاصة بتاعتي حفلة الصابر. الله يخرب بيتك انت وهو السفاح هارب. السفاح هرب. خدت لك حتي يا محسن. يلا بينا. يا نهار اسود هنعمل ايه دلوقتي يلا عبطلينو؟ السفاح بيبص لنا ليه تتا؟ ما تخافوش، طول ما احنا معانا حلويات مش هيعمل فينا اي حاجه. خد يا سفاح. طب واحنا هنعمل ايه الوقت؟ مش هنعمل اي حاجه دلوقتي، ده معاد خلوك المتال. هنلوح دلوقتي على البيت على طول كاننا كنا في المدرسه. ودلوقتي خبر قلوب السفاح من السجن سمانه الصلب وكله بقى عارف. ومبلوك علينا بقى معاد ناس هنلوح المدرسه تاني. مبلوك علينا. اما انت بقى يا سفاح خد الحلاوه دي كلها ليك. مش خساره فيك، انت انقذتنا ان احنا ما نلوحش المدرسه تاني. خد. خبر محزن للأسف، لقد تم هروب سفاح الهالوين من السجن، وحتى الآن رجال الأمن يبحثون عنه ومش عارفين له أي طريق. لكي تقوموا بالحفاظ على سلامتكم لا تنزلوا من منازلكم حتى يتم القبض على السفاح. ودلوقتي معانا العسكري اللي كان بيحرس السجن اللي هرب منه السفاح، هيحكي لنا هو هرب إزاي. يا نهار اسود عبقرين. فين يا وليد؟ قالوا الواد عبقرانه. عبقرانه ابنك لسه ما رجعش من المدرسه، وبيقولوا في الاخبار ان السفاح هرب اهو. ما تخافيش، الواد عبقرانه نصح وما يتخافش عليه، زمانه جاع. ما خافش عليه ازاي بس يا راجل انت؟ قوم انزل دور على الواد عبقرانه وهاته من المدرسه. حاضر حاضر، قوم ده اهو. اهو الواد عبقرانه جاع اهو، ارتحت كده؟ عبقرانه يا حبيبي، انت كويس؟ ايوه يا ماما انا كويس. لسه خالك من المدرسه اهو. فيها ايه؟ السفاح، السفاح الهالوين هرب من السجن. يا نهار اسود، حصل ازاي ده؟ محدش نزول من البيت لحد ما يقبضوا عليه تاني. طب والمدرسه يا ماما؟ محدش مدرسه كمان ولا اي حاجه لحد ما يقبضوا عليه. اللي تشوفيه يا ماما، مع ان هزعل قوي ان مش بروح المدرسه، انا بحبها قوي. طب خش اعمل لنا الغدا بقى، عاوزين ناكل. وغيروا ام سيره السفاح دي. حاضر يا حاج. برضه ما معوش حلويات، كل ما اقتل واحد علشان اجيب منه حلويات واكلها ما لاقيش معاه. ماشي انا عرفت انا هلاقي حلويات فين وهجيب منين. هات لي حلويات والا اخلص عليك.
السلع ده فات خالص، ما عادش حد بيعدي من الشارع. ما تقلقوش، اكيد حتى قعدت دلوقتي وهنعمل في نقله للهالوين وهنقعد نضحك لحد ما نفطس من كتله الضحك. هتلا يستنين اهو، يا رب حتى يعدي. ما تمشي شويه يالا، انت ماشي على قشر بيض. ما انا ماشي اهو يابا، اعمل ايه؟ عطير يعني؟ وبعدين مش كفايه مصحيني من عز نومي ومنزلني معاك دلوقتي عشان اوديك السوبر ماركت؟ اه يا ابن الكلب يا واطي، زعلان انك نازل توديني السوبر ماركت وانا اللي ياما شلتك على كتفي، ولما كنت تتعب كنت راح اوديك للدكتور. كبرت يالا وبتعاير ابوك. من مش قصدي يابا والله. اخلص خالص بقى، مش عاوز اسمع صوتك، ده خساره عمر اللي راح عليه. ولا يعطلينه ولا مالك. انا صحبولنا فيه، انا صحبولنا فيه عربيه تانيه عملت هيت وفيها ناس. اخيرا لقينا ناس نعمل فيها نقلب الهالوين. يلا بينا. ايه ده؟ في ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، احنا دخلنا النار ولا ايه؟ مين ده؟ انت بابا؟ ايوه ده طلع ابوك يلا يا عطلين وسجل في حتة معاه. ايه ده؟ يعني كده المقلب باظ؟ ايوه يلا يا مان، يلا نرجع نستخبى تاني ونستنى لما حد تاني يسأل عشان نعمل فين قلب الهالوين. لا المقلب ما بص ولا حاجه. ما بصش السؤال يا صاحبنا، احنا هنكمل المقلب في ابوك وكده. انت بتقول ايه يا صاحبنا؟ طب يلا عرف ان انا بكلمني اللي لابس كده وبحتفل بالهالوين انت ممكن يموتني، لانه هو قايل اصلا ان حرام نحتفل بالهالوين ده عشان انا مش بتاع المسلمين. وهو هيعرف من ايدي يا عم عطلين اللي هو احنا، ما احنا لابسين قناع اهو. صاحبنا عنده حق يا عطلين، يلا بقى فينا نتبسط ونضحك شويه. انتوا شايفين كده؟ ايوه شايفين كده، يبقى يلا بينا. هم واقفين بيتكلموا في ايام اكيد بيتفقوا يخلصوا علينا ازاي. يا نهار اسود، دول جايين علينا. بس ابوس ايديكم، خدوا كل اللي انتوا عاوزينه مني بس سيبوني عايش، ما تموتونيش. اطلبوا مني اي حاجه وانا هعملها لكم، بس والنبي سيبوني عايش. اطلب اي حاجه. احنا ممكن نسيبك تمشي من هنا بس بصال. شرط ايه ده؟ اطلب اي حاجه مني وانا هعملها لك، بس والنبي ما تموتنيش وسيبني عايش. انت عندك عيل اسمه عبكلينه صح؟ ايوه. انت تعرفه منين؟ عمل فيكوا حاجه؟ انا عارف الواد ده وش مصايم وما بيريحش نفسه. لا ما عملش فينا حاجه. اسمع اللي هقول لك عليه، صلت الوحيد علشان نسيبك تمشي من هنا ونسيبك عايز انك تجيب لعبكلينه ابنك كل حاجه هو نفسه فيها وتخليه دايما مبسوط. حاضر حاضر. وتشتري له الاسكوتر اللي هو عايزه. ايوه بس ده غالي قوي، ده ب 50,000 جنيه. شكلك كده عاوز نخلص عليه. لا لا خلاص خلاص هجيبه له. ايوه كده ساطر، واوعى تسعق له ولا تسعقله وتسيبه يلعب في السلام له. حاضر حاضر. لسه حاجه تانية؟ لا كفايه كده. يلا قوم خد الاكل الكبيره بكته وخد على بيتك وامشي من هنا. حاضر حاضر. يلا يابا بسرعه. يلا بينا. استنى انت. في ايه تاني؟ معاك فلوس؟ والله ما معايا الا ال 200 جنيه دي، بس استنى انا معايا فلوس في الفيزا دي. ها
اللكم السلي بتاعها كام الفيسه دي؟ تاريخ ميلادي 6 اكتوبر. طب يلا عد التلاتة ما تسفكوش على التالت. 1 2 3. يا ابطالنا يا ابن اللعيبه، ايه لعيكم؟ ده احلى مقلب هلوين عملته النهارده. طب بقول لكم ايه، انا لازم امشي دلوقتي علشان الوقت اتاخر، وانا عندي مدرسه الصبح بدري ولسه ما عملتش الواجب، وامي لو عرفت هتموتني. استنى يا عبطلين هنلعب شويه. تمام. لا لا كفايه النهارده يا صاحبي، يلا سلام. بقول لك ايه، خد الوش بتاعته عينه عندك علشان مش هعرف اروح بيه البيت لو بابا يشوفه ولا حاجه. ناسي يا عبطلين، يلا سلام. عاملين فيها اشباح الهالوين وبتخوفوا الناس في الشارع، امال انا رحت فين؟ انا اخلص عليكم كلكم واحد واحد واموت كل واحد فيكم واشرب من دمه، دم البشر طعمه جميل. لون دمك الأحمر الجميل، ودلوقتي هدوء دمك أشوف طعمه إيه. الدم خليه اشرب واشبع. انت شكلك كده واحد سينا ولابس لبس الهالوين ده وبتعمل مقالب في الناس سينا. الله اخيرا لقيت حد سينا واصحابي. انت من النهارده هتكون صاحبنا. ايه رايك؟ اسمع انا لازم الوح دلوقتي بقى، وهنتقابل انا وانت بكره عشان نلعب انا وانت واصحابي. وبعدين انت عمال تساوي ليه؟ انت اخلص يا عم انت ولا ايه؟ يا حرام. ماشي. طب بقول لك ايه، تعالى معايا لحد البيت بتاعنا على سنة ولهولك على سنة كيلو بكلة، وننزل بقى انا وانت واصحابي نعمل مقلب الهالوين في الناس. يلا. بس كده وصلنا، هي دي السقه بتاعتنا يا صاحبي. يلا روح انت بقى وبكلة هتيجي تنتهي من هنا. اروح على فين بس؟ انت بتاعي خلاص، تعالالي. كابوس وحش قوي.
Grrrr.